بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل كونديت. خلينا نختار من السيستم الكتريكال اكيوبمنت، وابدا اختار مثلا السيركت بريكر سويتش بورد دوت، واحط هنا جنب الحيطه، واجي هنا اقول له انا عايز درو كونديت فروم فيس، فأقدر أحرك كونت زي ما أنا عايز. أحط مثلا هنا وبعد كده أقول له فينيش، وأختار الارتفاع اللي أنا عايز كونت عليه، وأنا عامله بالسالب أقول له لا خليها فوق، وهبدأ أمشي مثلا بالشكل دوت. اقدر من هنا اختار شكل الكونديت، عند اشكال كتيره تقدر تغير زي ما انت عايز، وليكن مثلا الشكل ده الشكل ده، انا بحبها بالفيتنج تمام اهي الشكل ده. قبل ارسال دي بقى ميزتي ان انا بختار بالفيتنج، ان هو بينبهني لبعض الحاجات تمام. خلينا نختارها تاني. الكونديت نفسها فيها مشكله ان هي مش متعرفه على الفيتنج المظبوط، القوة والحاجات ديت، فخلينا نحل المشكلة ديت وبعد كده نرسم الكونتست تمام. هو بيقول عايز اهي. خلينا طيب نحل مشكلة الكونتست الأول. تعالى ندخل اقول له edit type. بص هي دي المشكلة ان هو كله run، ممكن تيجي هنا وتختار النوع الانسب ليك، تمام. يبقى احنا كده حلينا المشكلة تمام. طيب هاجي هنا بقى نفس اللي عملته المرة اللي فاتت، هاجي هنا في اي حتة اهيت اقول له انا عايز draw content from face، هيقول لي ايه نفس السؤال، مش هيغير السؤال بتاعه. هبدأ أحركها مثلا لحد هنا، تمام. أقول له فينيش، تمام. ابدا اختار الارتفاع بتاعي، تقدر تزود لو الفيتنج ملهاش مكان تمام. ده مثلا الكونتنت. طيب نرسم واحد كمان، نرسم واحد كمان مفيش مشكله. اجي هنا واقول له انا عايز ارسم كونتنت اخر، اه درو كونتنت فيس. تقدر ترسمه من اي وجه مش لازم من فوق، عشان كده هو بيجيب لك الشكل اللي موجود دوت هنا. تمام تقدر تختار اي وجهه زي ما انت عايز ترسم منها. طيب انا عايز مثلا احركه هنا او تحت زي ما انا عايز. تقدر تكتب الارقام هنا لو انت عايز رقم معين، وبعدين هتقول له finish connection. ده بيوضح لي هترسم فوق تحت يمين شمال، فتبقى سهل عليك الشغل. طيب دلوقتي بقى هبدا ارسم اهوت. طيب خلينا نشوف الموضوع دوت بان انا هاجي هنا اقول له انا عايز اشوفها كاميرا او سيكشن زي ما انت عايز. موضوع الكاميرا ده بيسهل لكن انت تشوف الشغل بتاعك هل هو فعلا مظبوط ولا لا. السيركل بتاعتك اعتقد ان انها مرتفعة شوية فعشان كده الكود طالع فوق. اه
سيرت كونديت طلع فوق السيلينج اوت ده الكونديت. تمام. طيب لو انت عايز تظبط الاعدادات بتاعت الكونديت هتكتب اي اس الكتريكال سيتنج هتلاقي هنا اعدادات الكونديت هنا خاص بان لو انت بترسم لاين فيتنج هل انت عايز الكتابات اللي انت تكتبها للانوتيشن دي تبقى سكيل يعني اول ما تغير السكيل تتغير معاها ولا لا الفيتنج انوتيشن سايز حجمها قد ايه الكونديت سايز بريفكس هتكتب قبلها ايه وبعدها ايه المسافه اللي بينهم عايز اي رمز تحط ليه الرايزر دروب بتاعك هيبقى قد ايه لو هو سنجل دي بقى الرموز تقدر تختار اي رمز من دوت الدروب تقدر تختار برضو اي رمز من دوت التو لاين الرموز برضو السايز تقدر تحط اي سايز من هنا ده الستاندرد بتاعي تقدر تضيف واحد اخر او تحذف او تعمل سايز جديد وبعد كده تقدر تقول مثلا ده استخدامه في السايز ليست او لا لو عجبك الفيديو دوت لايك وشير وشارك معنا.